وفي الحق انا الحضور ديالي ديما نفتخر بهذا المهرجان ديال السالي هو تيعتني بشؤون المراه، وانا ديما تنكون فرحان بالوجود ديالي في هذا المهرجان، لانه هو مهرجان اللي هو تيعطي اهميه للمراه في جميع المجالات، لا في السيناريو ولا في الاخراج ولا في التمثيل ولا في الانتاج. والحمد لله حنا كمغاربه كفنانه وكجمهور مغربي تيعجبو مهرجان بحال هذا المستوى، يشوفوا اللي هو ديال المراه. قال الأعمال دازو، قال الأعمال دازو تقريبا في الصيف كلهم دازو في الصيف. مجال دوا داكشي تيبقى ديالنا ملي تيخرج. بيان سور حنا نديرو غير الحاجة الكوميدية. الله يحفظكم، تبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.